بونجور جو سام ديال الموند ميزان ميزان ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فيرنس فوركس قناه مختصه في كل انواع الاجراءات حول العالم. هنا كل المتابعين واي شخص يشاهد هذا الفيديو، اتمنى ان تكونوا بالف خير وبصحه جيده. فيديو اليوم سوف اشرح لكم الشركه كنديه رسميه سوف تساعدك في كل اجراءات هجرتك الى كندا. هنا التقديم لجميع الدول العربية مثلا من الجزائر، تونس، المغرب، افريقيا، اسيا، اوروبا او اي جنسية اخرى من خارج كندا. لا تفوتوا هذه الفرصة. هنا سوف اشرح لكم اسم الشركة، معلومات على الشركة وطريقة التقديم الى الشركة في موقعها الرسمي. هذا هو الموقع الرسمي للشركة، وهذا هو اسم الشركة GSM Recruitment. هنا موقع الشركة باللغة الفرنسية، سوف أترجم لكم الصفحة وسوف أشرح لكم هذا الموضوع الشرح كامل، وأيضا سوف أترك لكم رابط موقع الشركة مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا باختصار هذه الشركة عبارة عن وسيط، هنا تبحث على عمال أجانب وتساعد أصحاب العمل الكنديين في البحث على العمال في مختلف المهن والوظائف. تقوم بالتوظيف المحلي، التوظيف الدولي كما تشاهدون ريكروتمان انترناسيونال، توظيف عمال من خارج كندا، التنسيب المؤقت. هنا دور هذه الشركة، هنا كل التخصصات مقبولة في الشركة كما تشاهدون في الصورة. هنا هذه هي كل الخدمات التي تقدمها الشركة والخطوات كما تشاهدون، تساعد في عملية الهجرة للعمال الدوليين وتقوم بكل إجراءات الهجرة نيابة عنك. أيضا تقوم باستقبال العمال الدوليين ودمجهم في كندا. أيضا تقوم بنقل وتنقل العمال، تهتم أيضا بهذا الموضوع. هنا هذه هي كل الشركات المتعاونة مع هذه الشركة. هنا هذا هو رقم الكناس الخاص بالشركة الأير. إذا هذه شركة رسمية تابعة لحكومة كندا، يمكنها توظيف عمال أجانب من خارج كندا. وهنا باقي المعلومات الخاصة بالشركة، هنا عنوان تواجد الشركة بمونتريال، مع رقم الهاتف، هنا جيميل خاص بالشركة. هنا يمكنكم التواصل مع الشركة للحصول على أي معلومة. إذا هنا شرحت لكم كل المعلومات الخاصة بالشركة. هنا سوف أشرح لكم طريقة التقديم إلى هذه الشركة، الوظائف. سوف نضغط على هذه الخانة مرشحين هكذا. إذا هذه الشركة سوف تساعدك في الحصول على عقد عمل في كل التخصصات والقطاعات. هنا لدينا وظائف يمكنكم التقديم عليها مباشرة، مثلا سائق الشاحنة، مشاهد رافعة شوكية، سائق الحافلة، معلمة الطفولة المبكرة، ممرضة، ووظائف أخرى كثيرة كما تشاهدون. تختارون الوظيفة المناسبة وتقدمون. مثلا سوف نقدم إلى سائق الشاحنة كمثال، سنضغط هكذا للتقديم. هنا لدى الشركة استمارة سوف تقوم بملئها، هنا تكتب الوظيفة سائق الشاحنة، هنا الاسم، اسم العائلة، اللقب، البريد الإلكتروني، الجيميل، تتواصل الشركة معك، رقم الهاتف، هنا الشارع والشقة والمدينة تكتب العنوان، الولاية، المقاطعة، الرقم البريدي، هنا اختيار لا توجد عليه نجمة، هنا الدولة تختار الدولة، كل الدول موجودة كما تشاهدون. مثلا اختار الجزائر. هنا الحالة الوظيفية المطلوبة تختار دائم، نوع الوظيفة المطلوبة أيضا وقت كامل. هنا سوف تقوم بإرفاق السيرة الذاتية، هنا سيرة ذاتية فرنسية بالمواصفات الكندية. هنا تسهل الأمر عليكم، سوف أترك لكم رابط هذا الفيديو كما تشاهدون في الصورة، شرحت فيه طريقة إنشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية الصحيحة ومجانا، تجدون رابط الفيديو مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا يمكنك إضافة أي معلومات، وفي الأخير سوف تضغط على يقدم، طبعا باللغة الفرنسية هكذا ترجم الصفحة. سمتر. بنفس الطريقة تختار الوظيفة المناسبة لك وتقدم. هنا نفترض أنك لم تجد الوظيفة المناسبة لك، هنا سوف تقوم بتقديم طلبك هكذا، بضغط على هذه الخانة تقديم طلبك،
سوف تساعدك الشركة في الحصول على الوظيفة المناسبة لك. هنا نفس الاستمارة، ولكن هنا في عنوان الوظيفة المطلوبة ستكتب اسم الوظيفة التي تريد أن تساعدك الشركة في البحث لك على عقد عمل في التخصص المناسب لك في إحدى شركات أصحاب العمل الكنديين. هنا تملأ كل المعلومات الخاصة بكم كما شرحت لكم سابقا. تقوم بإرفاق سيرة ذاتية هنا فرنسية أيضا كما شرحت لكم سابقا، وتضغطون على يقدم سوماتر، وهنا الشركة سوف تبحث لك على عقد عمل في الوظيفة والتخصص المناسب لك، وفي حالة وجدت لك عقد عمل سوف تتواصل معك عبر الإيميل. هنا سوف أترك لكم رابط قائمة كل هذه الوظائف للتقديم عليها، أيضا سوف أترك لكم رابط تقديم الطلب. في حالة لم تجدوا الوظيفة المناسبة سوف تساعدك الشركة في الحصول على عقد عمل، تجدون الرابط أيضا مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. وكما قلت لكم سابقا، في حالة تحصلتم على قبول من طرف هذه الشركة سوف تحصلون على عقد عمل، وأيضا سوف تساعدكم الشركة في كل إجراءات انتقالكم إلى كندا. إذا أتمنى أنكم استفدتم من هذه الفرصة للهجرة إلى كندا عن طريق هذه الشركة الكندية. هنا فيرنس فلوكس دائما ينشر لكم أي جديد فيما يخص مواضيع الهجرة. في المقابل أتمنى تدعموا الفيديو بلايك بارتاج ليستفيد أي شخص يريد الهجرة إلى كندا. لا تنسى دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك إشعار عن أي فيديو جديد أنشره في المستقبل فيما يخص مواضيع الهجرة. شكرا على المشاهدة وحظ موفق للجميع.